شكر لك المشاهدي الإخبارية السورية وما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد بحلقة جديدة. إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل الحب وكل الصحة، أهم شيء لكل العالم، وإن شاء الله هيك أرزاق كثيرة والتوفيقات بيومكم يا رب. بدي صبح على سمر. صباح الخير يا سمر. صباح النور يا ليا، كيفك اليوم؟ تمام يا سمر الحمد لله، وأنت؟ أكيد اليوم كثير حلو يا ليا، يعني اليوم بحسه كله طاقة إيجابية وكثير حلو. يسعد صباحك عن جديد، وصباح كل مين قرر انه يبتدي صباحه معنا. نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير لكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه، ابقوا برفقتنا بعد متابعه الفوتو مونتاج. الفصام، الاعراض والعلاج. نقص الماء وتأثيره على الصحة. هل بدأ العد التنازلي للكورونا؟ إعادة التدوير، أفكار مفيدة بأدوات بسيطة. سمار، اليوم معظم الدول بالعالم بلشت تخفف الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وعودة الحياة وعودة الناس لشغلها لحياتها لأعمالها من جديد، رغم أنه بعده في إصابات يوميا. فشو هو الشيء اللي صار وهل بدأ العد التنازلي لكورونا؟ رح نتعرف أكثر ونحكي بهذا الموضوع مع الدكتور وائل الدغلي، رئيس برنامج التثقيف الصحي في مديرية صحة دمشق. صباح الخير دكتور وائل. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي تخفيف الاجراءات في معظم دول العالم، هل بسبب انحسار الكورونا ولا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي دكتور؟ هلا بالاوبئه عاده الوضع الاقتصادي بياخذ المرحله الثانيه، الصحه بتاخذ اول شيء، يعني مثل ما بتعرفي وباء يعني اصابات اكثر، يعني دخول المشافي اكثر، يعني وفيات اكثر، فالوضع الاقتصادي عاده بياخذ الدرجه الثانيه. في بعض الدول هلا عم يصير في عندهم نوع من الجدل السياسي كثير هنيك، انه مثلا انه رفعوا الاجراءات هن بسبب الوضع الاقتصادي ولا عن جد عندهم في انحسار للوباء، مثل بريطانيا يعني هلا صاير كثير المشكله هلا هالايام. بشكل عام اي دوله بالعالم لازم بتخفف الاجراءات الاقتصادية، اجراءات الحظر بحاله واحده بس، وتكون في عندها تناقص بعدد الحالات المسجله يوميا. يعني دوله ما مثلا كانت تسجل 1000 حاله يوميا، بعدين صاروا يلاقوا انه 900 800 700، صار هدول معهم الحق او معهم مؤشر فعال انه هن يخففوا الاجراءات الحظر بالدوله تبعهم. نحن بالنسبه لسوريا كان عندنا شغله كمان فريده جيده جدا الحمد لله، انه نحن بدءا من 1 ايار ما عاد وجدنا اي حاله اصابه بالكورونا، حاله محليه يعني لاي مقيم على اراضي الجمهوريه العربيه السوريه. الحمد لله. يعني بايار كلياتهم اللي شفناهم هن حالات قادمه من الخارج. هذا الشيء بعد ايقاف الرحلات الخارجيه او ايقاف القادمين اعطانا دفع منيح بالفريق الحكومي انه نحن
نخفف الإجراءات. وطبعا كانت الضغوط الاقتصادية والمعيشية اللي عم يعاني منها المواطن هي اجت بالمرحلة الثانية او الدافع الثاني للتخفيف. أكيد. نعم، يعني بس ما بدنا ننسى انه نضل نحن اخذين احتياطاتنا ونضل محافظين على النظافة العامة كمان، واخذ الحيطة والحذر بين بعضنا البعض والتباعد الاجتماعي نوعا ما، يعني لانه بعد في كورونا طبعا. ما وقفت القصة. دكتور وائل، خلينا نحكي شيء. كثير على السوشيال ميديا بيقولوا في دراسات جديدة على يمكن مواقع عالمية صار في لقاحات، كثير في ناس بيقولوا لا رح يرجع الكورونا من أول وجديد ينتشر، فهيدول الإشاعات قد ايه بتأثر كمان على الأشخاص، وهل في منا نوع من الصحة أو لا؟ خلينا تحت مسمى إشاعة. طبعا هلأ نحن هلأ علميا، إذا نحن بدنا نبحث بالموضوع العلمي، نحن ما زلنا نقاوم هذا الفيروس بجهازنا المناعي الذاتي. يعني أي شخص مو متعرف على فيروس الكورونا ممكن بأي لحظة أنه ينصاب هو مرة تانية. فلذلك كانت الهجمة الأولى يلي صارت بالعالم كلياته وأصابت بعض الناس وشوفي كتير وتوفى كتير وهيك. فهلأ الناس يلي كانوا محجورين بالأصل وهلأ طلعوا لازم يضلوا متبعين نفس إجراءات الوقاية، لأنه هن جهازهم المناعي لسه ما تعرف على الفيروس، وبالتالي هذا لساتهم معرضين للإصابة مرة تانية. فنحن الحديث عن وجود هجمة تانية أو كذا هذا حديث قائم وعلمي وممكن يصير، وهذا كتير كتير متعلق احتماليته أو احتمال ظهوره بالوعي للجمهور، بالوعي عند الجمهور باتباعه لسه الإجراءات. في احتمالية تجدد طبعا البعض. الاحتمالية موجودة طالما أنه الناس لسه هدول أغلبهم لسه جهازه المناعي ما تعرف، ما كون أضداد على الفيروس، لساتهم احتمال أنه ينصابوا. فهن إذا بدهم يستهتروا بالإجراءات اللي حيصير في إصابات تانية، وغالبا نحن إذا صار هيك لا سمح الله حنرجع لإجراءات الحظر، وبجوز نشدد عن أول يعني إذا مثل ما قلنا لا سمح الله ظهرت إصابات جديدة. دكتور عم بيقولوا الأدوية المعالجة للكورونا توقفت، هلا الدواء الوحيد عم بيقولوا هو الإسبرين. منظمة الصحة العالمية نفت هذا الخبر وقالت الإسبرين ما دخلوا بعلاج الكورونا. خلينا نعرف شو الصح وشو الخطأ. هلا نحن ما زلنا جميع المعالجات لفيروس الكورونا هي عبارة عن نظريات، ما في دراسات مؤكدة. الحقيقة وقت نحن نقرر أنه علاج معين لفيروس معين هذا بده دراسات متتالية من بعدة دول وغير متوافقة، وتعطي نفس النتائج متقرر هذا أنه هذا العلاج صحيح وموافق. لهلأ نحن كل دولة عم تحط هي تجربتها بمعالجة الكورونا. اللي عم يصير أنه كنحن كمواطنين عاديين أو كوسائل تواصل اجتماعي عم ينتشر عليها الكثير من المعلومات اللي مغلوطة غالبا. يعني مثل ما قلتي هي الأسبرين واحدة من الرسائل اللي اجت أنه ما لنا علاقة لا بالمضادات الفيروسات ولا الهيدروكسيكلوروكين ولا شيء، الأسبرين هو. ونفت مثل ما حكيتي حضرتك أنه منظمة الصحة العالمية نفت هذا الشيء. هذا لسه نحن العلاجات عم تحطها كل دولة حسب هي البروتوكول اللي عم تلاقيه مناسب لها. نحن بروتوكولنا العلاجي تم بعد اطلاع على جميع بروتوكولات الدول وخصوصا الصين اللي كانت هي الأول بانتشار الوباء والأول بمعالجته. حطينا بروتوكول، هذا البروتوكول عم يتعرض دائما لإعادة النظر، فأي شيء تعديل عالمي بيصير ومؤكد علميا نحن حنعدل بالبروتوكول تبعنا. نعم دكتور وائل، يعني هلأ مثل ما شفنا طلعت قرارات بإعادة فتح المطاعم والفنادق نوعا ما، ورجعوا العالم على شغله، ولكن نحن دائما نضل أخذين الحيطة والحذر. تعودنا شوي، بس كتير في عالم بتقول خلاص ما في كورونا، خلاص ما في كورونا. اليوم نحن دورنا كأطباء كأعلام بطرق التوعية والحذر الدائم لدى المواطنين، كيف منحب نوجهها بأي طريقة؟ هلا نحن بداية أزمة الكورونا أو بداية هالوباء الحمد لله يعني بفضل الإعلاميين حضرتكم وبفضل كان عندنا نشر كثير كثير جيد للوعي، ونحن لاحظنا أنه الأغلبية العظمى من الناس كانت أخذ التعليمات والاحترازات على محمل الجد.
هلا اللي صار انه في مثلا جزء من مثلا بدك تقولي مثل ضجر، في جزء من انه ما في كورونا، جزء انه ما شافوا لسه يعني حقيقه انه هالوفيات اللي صارت برا ما صارت عنا الحمد لله، فصار شويه من شويه استهتار او شويه تفلت من هالاحترازات هي. نحن نسعى مره ثانيه انه نرجع نحن بمعيتكم انه نعيد نشر الوعي ونعيد نشر الثقافه هي اللي صارت اول، خصوصا انه هي الثقافه نحن اللي عم نحكي عليها هي بتقي ب 90% من الامراض الساريه والمعديه، مو بس بالكورونا، فهي لذلك تكون لازم تكون ثقافه الشعب كلياته بشكل عام، حتى لو ما كان في فيروس. موضوع النظافه مثل ما حكيتي، موضوع التباعد هيك يعني الاجتماعي. عدم التلاصق الشديد، هي الامور كلياتها ضروريه بشكل عام يعني. أكيد، وغسل اليدين والنظافة الشخصية هذا شيء كثير مهم بوقت فيروس كورونا لكل الأوقات. خلينا نحكي دكتور إن الشباب أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، خلينا نحكي عن السبب. وكمان في عنا عم بيقولوا مثلا يلي بيطيب ممكن يرجع يمرض، وآخر الشيء كمان في عنا إنه هنا عم بيقولوا اللي بيطيب من فيروس كورونا بس رح يكون عنده آثار جانبية، خلينا كمان نحكي في آثار ولا لا. هلا نحن بالبدايه موضوع الاطفال والشباب بالفعل هن اقل تاثرا بالمرض، يعني ما زلنا يعني بمنظمه الصحه العالميه احصائياتها ما سجلت اي وفاه تحت ال 19 سنه بهذا الفيروس. يبدو مثل ما قلنا كلها عمليه نظريات، لسه ما في دراسات مؤكده. يبدو ان الجهاز المناعي تبع الاطفال يلي او الشباب يلي بيكون هذا لسعته بقوته لسه هي ما في امراض مزمنه مرافقه، عم يلعب دور كبير بتقليل نسبه الوفيات عندهم. اللي عم يصير انه الوفيات عم تتركز بالكبار السن، وغالبا بيكون في مرض مرافق مثل السكري، مثل الامراض القلبيه، مثل السرطانات، المعالجه بالادويه الطويله مثل مثبطات المناعه والكورتيزونات، هي عم تترافق مع حالات خطره وحرجه من فيروس الكورونا. فهذا الشيء الرئيسي. بالنسبه لموضوع قلتي لي السؤال الثاني كان عن حكينا عن الشباب هنا اقل الشباب عرضه خلق. وحكينا عن العلاج انه الواحد انه اللي بيطيب ممكن يرجع ينصاب، واخر شيء الاثار الجانبيه بعد ما المريض يطيب شو ممكن يصير. تمام. هلا بالنسبه للاصابه مره ثانيه ما اثبتت عالميا نهائيا، منظمه الصحه العالميه ما اثبتت ولا مره انه مثلا شخص اصيب وشفي ورد اصيب مره ثانيه بنفس الفيروس. يبدو هذا الفيروس وقت عم الجهاز المناعي عم يتعرف عليه عم يشكل اضداد وعم يحاربه دائما. فغالبا لهلا حاليا طالما هذا الفيروس نفسه لسه ما غير ما عدل على نفسه، الاصابه ما عم تتكرر الحمد لله. نعم. بالنسبه للعقابيل هي بنسميها نحن العقابيل، انه واحد تعرض للمرض شوفي هل في عقابيل او هل في مشاكل دائما ظلت معه. الحقيقه هذا الموضوع مقرون بنسبه الاصابه اللي صارت عنده، يعني مثلا في عندنا نحن اربع تصنيفات للاصابه، في حالات خفيفه، في حالات متوسطه، في حالات شديده، وفي حالات حرجه. هلا يلي وصل لحاله حرجه بجوز يصير عنده مشكله، يعني ممكن يشفى ويضل في عنده عقابيل، لما للحالات الخفيفة والمتوسطة غالبا عم يصير شفاء تام وما عم يترك أي عقابيل هذا الفيروس. نعم دكتور، بنرجع للحياة يلي رجعنا لها كلنا وللشغل، وخاصة خلينا نركز على المواصلات العامة والعجقة يلي عم تصير لحتى نحمي حالنا ونحمي غيرنا أيضا. شفنا كتير عالم عم تلبس كمامة بعدها لهلأ، في عالم عم تاخذ كفوف عم تحط كفوف، في عالم ماسك الكحول الطبي وعم تعقم إيديها، كتير أقاويل كمان أنه الأسطح بتنقل الكورونا. صح. صح. أو شيء قالوا لا، قد ايه مهم اليوم انه نحط الكمامه ولا لا؟ الكفوف على وقت طويل هي ما بتصير حامله للفيروس طبعاً بشكل اكثر؟ طبعا هلا نحن اذا بدنا نكافح مرض معين بس نعرف نحن طرق الانتشار او طرق العدوى بشكل يعني مبسط. اول شيء هذا من اجل الاحتمايه من طبعاً الاحتكاك. هلا تمام، في عالم كثير بتطلع هذا الفيروس بينتقل من مصاب لانسان سليم، مثل ما قلنا بيطير بالهواء مسافه متر او متر وربع متر ونص كثير، فنحن لازم نبتعد، لانه احيانا كثير بيكون المصاب ما عنده اي اعراض وعم يتمارس حياته بشكل طبيعي. مثل ما قلنا 80% من الحالات ما بتعطي اي اعراض، بيكون الفيروس موجود على الاسطح الخارجي للمصاب، عم ينشره بالكلام، بالعطاس، بالسعال، وهو ما عنده اي اعراض نهائيا.
فلذلك نحن لازم نحذر وقت نفوت بتجمعات في المسافة قلت كثير عن متر. طيب وإذا مضطرين يقعدوا بالمواصلات العامة خليني ركز كثير على المواصلات العامة لأنه العجقة فيها يعني كثير كبيرة. بنصح أنا بالمواصلات العامة طالما فيها الازدحام أنه يستخدم الكمامة، يعني الكمامة بتعمل وقاية جيدة جدا عالية طبعا، وخصوصا إذا ما كان بمواجهنا المصاب فالكمامة ضرورية هون. الكمامة غير ضرورية إذا كان ماشي بالهواء الطلق، الهواء غير ملوث بحد ذاته. بس وقت أنا بدي فوت بتجمع بازدحام بدي اضطر حادث حدا بشكل مباشر وأقرب من اللازم، لازم استخدم كمامة. الكمامة بتعمل وقاية مثل ما قلنا بنسبة 80 إلى 90% من هذا الفيروس. ما تكون متعددة الاستعمالات يمكن هلا مشكلة نحن الكمامات النظامية يعني حتى منظمة الصحة العالمية ما بتنصح فيها غير للمريض واللي عم يقوموا بالعناية فيه، والكمامة النظامية اللي نحن هي غير متوفرة وغالية الثمن. فنحن ممكن أي كمامة حتى لو كانت يعني بصناعة منزلية بتعمل وقاية جيدة أفضل من الاحتكاك المباشر مع المريض. أكيد دكتور، كثير من الأخبار كمان عم نسمع عن فيروس كورونا، بيحكوا إنه فيروس كورونا هو فيروس موسمي، إنه بالصيف حيقل وبالشتاء حيزداد، خلينا نحكي عن هاي المعلومة ونصائح أخيرة. هلا بالنسبة لنا نحن الفيروس مثل ما قلنا هذا مستجد، لسه ما صار في دراسات مؤكدة واضحة عليه، بس نحن إذا بننقيسه لباقي الفيروسات التنفسية، لا غالبا الفيروسات التنفسية بتتراجع بالصيف بتقل بالصيف، هذا إذا نحن بننقيسه إذا كان قياسنا صحيح. طبعا نحن ما بيصير يعني ناخذ بهالموضوع بدون دراسات مؤكدة، فيعني هن بيتوقعوا إنه مثلا بالصيف أو بارتفاع الحرارة بجوز يخف، بس في دراسات تانية أو في نظريات تانية عم تقول أو في مناطق ومدن عالمية ومدن صابت حارة وفي عندهم هي. نحن بالنسبة لنا مثل ما قلنا ما في دراسات مؤكدة تخلينا نحن نحكي بشكل واثق بشكل علمي. هذا بالنسبة للهي. النصائح العامة مثل ما قلنا هلا مثل ما قلت الموضوع الكفوف، أنا إذا بقدر امتنع عن لمس وجهي أو العين أو الفم أو الأنف بإيدي المجردة ممكن أنا ما أستخدم كفوف، على أن وقت أرجع على البيت أو وقت أرجع لمكان معين بلش أغسل الإيد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بالطريقة الصحيحة، هي بتعمل قضاء على جميع الفيروسات اللي علقت بإيدي. هذا الشيء أكيد غسل اليدين والكفوف والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. هلا يعني صار تباعد مكاني يعني الاجتماعي أكيد. بعد ما خففنا الحظر صار ممكن زيارات ممكن كذا، بس التباعد المكاني يعني انه يكون بينك وبين المحدث تبعك اقل شيء متر ونص، هي افضل شيء لانه مثل ما قلنا عم يقولوا انه الفيروس ما عم يطير اكثر من هالمسافه هيك. تمام. لكن كمان بالختام بدنا نقول انه اي حدا بحس باي عارض ما يتردد بمراجعه طبعاً. الطبيب طبعاً. وحجر حاله بالمنزل كمان لاخذ الحيطه لصحته ولصحه عائلته. بيانات وزاره الصحه لساتها عم تاكد انه نحن الفيروس او هالوباء خاصة جايين من برا ما كثير نخالطهم، شفنا طبعا بنستنى شوية يعني. عليهم شيء 14 يوم بعدين بنجي بنسلم عليهم. البيانات نحن تبع وزارة الصحة دائما عم تأكد انه الفيروس او الوباء ما قضي عليه نهائيا، لسه احتمالية يرجع، فنحن لذلك لازم نضل ملتزمين بالنصائح اللي كنا نحن ملتزمين فيها بالهجمة الأولى، والحمد لله يلي نفدنا منها بنتائج جيدة جدا والحمد لله. وأنا برجع بقول إنه كان هو العامل الرئيسي الإجراءات الحكومية، والعامل الرئيسي المساعد أكيد. كان هو الوعي المواطنين اللي أخذوا كل تدابيرنا على محمل الجد أكيد. والحمد لله. الله يحمي الجميع ويشفي كل المرضى. متشكرك دكتور لوجودك معنا، متشكر كل معلوماتك القيمة، ومشوفك بحلقات إن شاء الله. شكرا لكم يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. وهلأ يا ليا حننتقل على أخبارنا المنوعة بجولة جديدة، خلونا نتابع سوا. بداية أخبارنا المنوعة لليوم، بين أشجار الزيتونة طلاب في إيطاليا يخوضون الامتحانات بعد أن أصبحت الأماكن المغلقة خطرة بسبب كورونا.
أما خبرنا التالي عن مواهب رياضية دفينة لطائر في أستراليا. رغم كورونا احتفل السويدي بعيد ميلاد جدته 92 في ظل حجر حول العالم. وصلنا لفقرتنا التالية. الفصام هو اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي، وقد ينتج عن الإصابة بالانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات، من الأوهام، من الاضطراب البالغ بالتفكير والسلوك. وحسب منظمة الصحة العالمية، من بين كل 100 شخص في شخص واحد عنده هيدا الفصام. أكيد يا ليا، ما هو مرض الفصام وكيفية السيطرة على هذا المرض ومن هم الأكثر عرضة للإصابة به؟ معنا الدكتور أحمد خالد تاجي، اختصاص أمراض نفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا. صباح الخير دكتور. أهلا، يسعد صباحك. يعني بالوضع الضيقة الاقتصادية، كورونا والأوضاع الصعبة اللي مرقنا فيها، بتلاقي في الناس عندها اضطرابات نفسية بشكل كتير كبير. يعني كل حدا يعني لحاله عنده شيء مختلف عن الآخر. شيء بيقولوا اكتئاب، شيء بيقولوا فصام، شيء انفصام، شيء أسماء كثيرة. خلينا نحكي عن الهلوسات، عن القلق الدائم. هل هو حالة نفسية أو فينا صنفه كمرض؟ تمام. هلا اكيد يعني الفتره هيدي هي فتره عصيبه على الكل، والحاله النفسيه اللي كنا عم نحكي قبل ما نفوت مع زميلتكم، انه فعلا الحاله النفسيه خلال الفتره الماضيه مع الكورونا كانت اصعب كثير من الحاله الجسديه. نحن سوينا مره بصباح الخير وحكينا على موضوع التاثيرات النفسيه المتعلقه، بس الحقيقه موضوع اليوم الفصام ما كثير له علاقه بموضوع الكورونا بحد ذاته. الفصام هو مرض احنا بنسميه اضطرابات، يعني نحن موضوع نفسي كلمة مرض عنا إياها اسمها اضطراب، لأنه بيتباين من شخص لآخر الأعراض. الفصام من الأمراض الصعبة كتير، فعلا نسبته 1% تقريبا، يعني عنا عدد كبير، بس هو مشكلته الكبيرة هذا المرض أنه بيعطل حياة شخص كاملة. تمام. يعني بيأثر على حياته وبده علاج لفترات طويلة وقد تطول طول العمر. بالنسبة للأعراض اللي ذكرتيها، هي الشيء الحقيقي الحلو، نحن الصبح ما بنعطيهم كتير مواضيع علمية، بدنا نحكيها كفرفشة. الحقيقة هذا المرض بيتداخل كتير مع مواضيع السحر ومواضيع الشيء اللاوعي والأفلام كلياتها اللي منشوفها هلأ، كلها بتحكي على هالأمور هي بطريقة قريبة على المرض هذا. الإهلاسات الحقيقة هي إدراك خاطئ، يعني نحن إدراكنا شو هو؟ إدراكنا هو شو بيجينا عن طريق حواسنا الخمسة، أكيد اللي هي السمع، العين، اللمس، كذا كذا. هدول الحواس الخمسة عند هذا المريض، واحد منهم وأهم واحد السمعي والنظر بيضطربوا. يعني نحن بالعاده الصوت بيجي من عندك، هلا جايني هواء بفوت على اذني بيطلع على الدماغ بيترجم. تمام. هو حقيقه بيسمع صوت حقيقي، صوت شخص على صوت متكلم. هلوسات بتصير مع دكتور، نفس صيغه الصوت اللي انت عم تسمعيه هلا. هو صوت حقيقي، والمشكله بهذا الصوت انه بخليه ينفذ الاوامر اللي هو بيحكيها. تمام. يعني اذا قال له روح اقتل، إذا قال له روح انتحر، إذا قال له مثلا طب ليه لا ليه تطلع. طب ليه هيك بيوصل؟ اضطراب كيميائي بالدماغ سببه مادة الدوبامين بالدماغ. أنا يعني قلت لك ما بدي فوت كثير مواضيع العلمية لأنه لسه على الصبح ما بدنا نزعجهم. لا بس مشان هيك نتعرف أكثر. بس الحقيقة هو من الاضطرابات الصعبة، ولذلك نحن بيجوا لعنا على العيادة بوقت متأخر شوي، إنه ببلشوا بالبداية يفكروا سحر، إنه في حدا ساحره، إنه عم بيحكي مع حاله، هن ببلشوا يشوفوه إنه عم بيحكي مع حدا بالغرفة. مع مين عم بيحكي هذا؟ ابني او مع مين عم بيحكي؟ زوجي او اخي او كذا. بعد فتره بيبدا عنده كمان موضوع الاوهام. الاوهام الحقيقه فرقه عن الافكار. هلا نحن مره حكينا هون بتوقع عندكم الاخباريه على الوساوس. هلا الوساوس هي افكار بتفوت عقل المريض، بس المريض بيعرف انه غلط.
ولكن بمريض الفصام بيصير عنده الأوهام اللي هي اعتقادات ثابتة، يعني ثابتة راسخة ما بتقبل الشك. لذلك نحن تمريضيا وطبيا ما بنناقش مريض فيها، لأنه هو مستحيل يقتنع. يعني هو إذا بيقول لك مرتي عم بتخوني رغم أنه حابسها هو بالبيت صار له سنة وقافل عليها الأبواب، لا 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 لا، أكيد عم يهدوا من الحيط وعم يفوتوا. أكيد. وبيلاقي مبررات للصوت مبررات اللي عم يسمعه براسه، والصوت والفكرة، يعني هن شغلتين خطيرين، الصوت والفكرة. وعندنا شغلة ثالثة طبعا، هون لازم نفرق بين الفصام اللي هو اضطراب، تمام؟ الناس بتفكروا هو شخصيتين، لا هو مو شخصيتين. هلا دكتور بيقولوا نحن في عنا من الاعراض ايجابيه وسلبيه، تمام؟ مثل ما حكيت دكتور انت هلا الاعراض هي هي بس الاطباء بيعرفوا. الاعراض الايجابيه هي مثل الاوهام والهلوسات. هلا بنيجي نحن عن الاعراض السلبيه. هلا الاعراض السلبيه مثل عنا عسر النطق، العزله الاجتماعيه، وكثير من الامور يعني الصعبه، الواحد انه خلص حتى في عنا اضطرابات النوم، يعني وخلص بينعزل عن كل العالم وكل حياته بتتخربط. خلينا نحكي عن هذا الشيء، انه حتى بيوصل لمرحله انه ما عاد يقدر يحكي. تمام. هلا بالفصام عندنا الاعراض الايجابيه من ذكر في حضرتك اللي هن الاوهام والاهلاسات، سلوك غير منتظم، سلوكه بيتغير، يعني بيلاحظ انه سلوكه هذا سلوك غريب، ما هو السلوك الطبيعي لهالشخص، الكلام تبعه بيصير مختلف عن الكلام الطبيعي. والاعراض السلبيه هل هي تسطح الوجدان، الحقيقة الوجدان هو المقصود فيه الشيء اللي بنشوفه نحن على الشخص، تمام؟ تعابير اللي بنلاحظها على الشخص هي الوجدان. مزاجنا هو شو بنعبر نحن، بس وجداننا هو اللي بنشوفه نحن. بتحسي مثلا عم يحكي على شغلة كتير حزينة بس وشه كله ضحك أو العكس، فبتحسي يعني وشه ما في أي تعابير جامد هذا المريض، بالإضافة إلى فقر الكلام، العلاقات الاجتماعية، كل هالشغلات اللي ذكرتيها. بس لازم نفرق هون بين شغلة كتير مهمة الناس ما كتير بتنتبه لها، مو كل مريض عنده أوهام أو أهلسات هو فصام، تمام؟ يعني الفصام بحاجة لتشخيصه 6 شهور، بخلنا نراقبه 6 شهور، خلال 6 شهور بده يكون في شهر من الأعراض هيدي اللي ذكرناها بشكل واضح. ولكن الأوهام والأهلسات ترافق مع كثير شغلات، ممكن ترافق مع اكتئاب، أكيد اكتئاب إذا اشتد ممكن يصير يسمع صوتي يقول له أنت مالك منيح، أنت سيء، موت، روح انتحر. بس بالعادة بتكون متوافقة مع مزاجه، تمام. يعني مزاجي حزين بتكون الأوهام والإهلاسات هيك أو الأوهام هيك. فالحقيقة لازم هون نفرق بيناتهم. ممكن يجي الزهام بأمراض عضوية، يعني شخص طالع من عملية بتلاقي ممكن يقلك أنه في حدا عم بسمع صوت، في حدا ممكن تكون الإهلاسات هي إهلاسات طبيعية، يعني كتير منا أكيد صارت معكم، ممكن تجي فترة وتروح، طبعاً هي بتكون طبيعية، طبعاً. يعني أكثر شيء طبيعي الصبح وقت من فيه وقبل ما ننام. يعني كثير احيانا نحن وقت في الصبح نسمع صوت حدا بينادينا بالبيت، صح؟ رغم انه ما في حدا بالبيت، شو اجت ماما او اجت هاد الساكنين لحالنا، من في ما بنلاقي حدا، فهذا طبيعي. او قبل ما ننام نفس الشيء، هيدي الاهلاسات الطبيعيه. دكتور بيقولوا الاطفال مثلا او المراهقين ببلش عندهم، الاطفال ما في عندهم فصام، بس ببلش من عمر 18 لعمر 30 انه بيبين انه اذا هذا الشخص معه فصام او لا. خلينا نحكي كيف ممكن نحن نميز، او حتى الاهالي يميزوا اذا اولادهم او بفتره مراهقتهم معهم فصام شخصيه او هن اشخاص طبيعيين. لا هون اخطر شيء اللي حكيتيه الحقيقه، ما بدي اياهم يميزوا منوب. ما في داعي للتمييز، لانه متى ما فتنا نحن بهالدوامه هيدي اعطينا الشخص الشيء السلبي اكثر، واعطيناه الافكار السلبيه، وبلشنا نقرا، وبلشنا كل نكشه لقيناها نحن ما بلشنا اختصاص هيك، تمام؟ صرنا كل ما نقرا شغله ايه والله موجوده عندنا، بلشي بعد منا تقدري تعملي مثل حاجز للموضوع هذا. فانا برايي كثير غلط، بس اذا لاحظوا عليه تغير بسلوكه، لاحظوا عليه انه هو بدا يحكي بشغلات غريبه، بمواضيع خارجه عن المنطق، او مواضيع كثير متعلقه بالكون وبالسماء وبالفضاء وهو صغير يعني لساته، معناته نحن خلينا نتوجه للطبيب عشان يشخص صح. لانه مثل ما قلت لك الاهلاسات هي مو بس فصام، لا يخافوا، يعني ممكن طبعا لازم نهتم ونراقب، بس ممكن يكون مثلا اخذ سيجاره حشيش، ممكن يكون اخذ حبوب، ممكن ياخذ اي شيء من المخدرات، ممكن تسوي له الشيء هذا. فنحن يعني لازم ما نشخص، نحن لازم بس كاهل نراقب. اصلا للاهل شو وظيفتهم؟ يعني نحن الاهل دائما بنحكي فرق نحن عن بلاد برا، الحقيقه بيقولوا الولد بياخذوه برا، لا ما بياخذوه، بس اللي برا كل الناس عم تدفع ضرائب، فالولد هو مسؤوليه الدوله، الاهل وظيفتهم يربوه، بس اذا غلطوا بتربايته بياخذوا الدوله، هيدا الفرق، فهمتي علي؟ نحن عندنا لا، الاب مسؤول عن العائله مو المجتمع، بس هذا الطفل هو مسؤولية العائلة انه يتراقب، مسؤولية العائلة انه ينعطى كل شيء صح.
فمو شغلتهم انه هن واصلا غلط ويعاقب بالقانون عليه انه هن ما بياخذوا عند دكتور عشان يتعالج من هالشيء هذا. نعم هي ثقافه الدكتور النفسي كثير عندنا فكره مرعبه، يعني دائما بس نلجا لاي طبيب، ما بدي اشمل الكل طبعا، بيلجا للادويه تمام. يعني حتى بعيدا عن الموضوع حتى للاطفال بيلجا للادويه المهدئه، ولا يمكن ما في هذا العلاج يلي شوي بالحكي بالفضفضه يلي نحن كثير بحاجه له مثل ما بنشوف قبل الدكتور. بس خلينا شوي نحكي عن طرق العلاج. هلا بس في فكره قبل ما نحكي بطرق العلاج، بيظهر كل شيء قدام الاهل او قدام المجتمع او قدام العالم المريض؟ يعني بيظهر كل شيء للخارج؟ طبعا الاعراض تقريبا بموضوع يعني الزهام بتكون واضحه، لانه بيصير عنده كمان نوع من الهياج وبيعصب وبيضارب، بيتغير كل شيء بشخصيته تمام. تقريبا فبينتبهوا، يعني مو صعب انه ينتبهوا له الموضوع. خلينا نروح على العلاج لكان. تمام، هلا فكره كثير مهمه حكيتيها انه نحن بنعطي مهدئات، هيدي الفكره دائما وين ما بنروح بضلهم يحكوا لنا اياها. طبيب الاسنان حيزوركم؟ في طبيب اسنان هم؟ لا في اوكي عشان نحكي براحتنا. مثلا اطباء الاسنان بيعطوا مهدئات اكثر، الاطباء كلهم بيعطوا مهدئات او المسكنات اللي بتساوي ادمان اكثر منا. احنا ما بنعطي شيء بيساوي ادمان. احنا مثل ما حكينا موضوع الزهام متعلق بماده بالدماغ ناقل عصبي، نحن كل شيء اوامر بجسمنا من فوق لتحت بتجينا من دماغنا بواسطه مواد كيميائيه صغيره 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 ما بتنشاف الا بالمجهر، هي المواد الكيميائيه بتحرك لنا كل شيء، القلب، الكليه، الكبد، كل شيء، وبنفس الشيء افكارنا ومشاعرنا. فنحن الادويه اللي بنعطيها هي لحتى ترجع هالماده الكيميائيه الناقصه لوضعها الطبيعي. احنا ما بنعطي مهدئات الا بالحالات الشديده كثير، فهون الفرق. الادويه اللي عم نعطيها هي ادويه علاجيه مثل اي اختصاص ثاني. اوكي؟ فعلاج الزهان خلينا نقول او الفصام، اذا كان فصام فهو علاجه دوائي 100%. حتى العلاجات السلوكيه بتفيد شوي انه ندمجه شوي بنشاطات وحتى ما يرجع يتراجع اكثر. لانه الفكره السائده انه اكثر المتسولين والناس اللي بيناموا بالشوارع هن فصام، لا هالكلمه مو صح. الفصام بيصيب كل طبقات المجتمع من المليونير للوزير للفقير لكل العالم. اوكي؟ بس بسبب انه الفصام مدمر للحياه، لانه ما بيعود بيقدر يشتغل، هو قاعد طول الوقت مع افكاره والاصوات اللي عم يسمعها بيبدا ينحدر اتجاه الاسفل، فبنشوفهم بوضع مادي سيء وكذا، بس هن لا، وبيصيب كل الناس. العلاج هو دوائي، بس اهم شيء انه نشخص. طب بركي ما قبلوا ياخذوا الدواء، يعني كثير من الاشخاص وقت يعني الخطورة بيقولوا انه لا ما بدي دواء. نحن عندنا ثلاث حالات من الداخل، اذا بدا يشكل خطر على نفسه او خطر على الاخرين وقتها نحن بنتدخل بشكل حازم وبنعطيه الادويه، هو متى ما اخذ الادويه اسبوع زمان حيرجع يخف الاصوات هيدي والافكار وبيبدا يتعاون معنا. اكيد دكتور. انا بس بدي اقول شغله كمان علقت عليها، انه نحن ما في علاج نفسي. لا، في علاج نفسي باكثر العيادات، بس للاسف لسه بسوريا ما في قانون للصحه النفسيه. يعني كل دول العالم فيها قانون الا سوريا، وبنتمنى اذا حدا عم يسمعنا يشتغل على الشيء هذا. يعني احنا معالجين نفسيين ممنوع يفتحوا عيادات، هم بيفتحوا وبشكل غير قانوني ضمن عياده الطبيب او ضمن المنظمات الدوليه، بس هم ممنوع انه يكون عندهم عياده يكتبوا ارما انا معالج نفسي والشيزلوني وال هي ممنوعه بسوريا هي الحاله. بس عم نلاقي ب يعني بمنحه ثانيه عم نلاقي كثير مرشدين نفسيين وخاصه للاطفال بالمدارس. يعني مو تماما، وحتى ممكن بالمراكز او شيء بيعدوا بيحكوا الاولاد او بيلجؤوا لهم بعض الاحيان. هدول طيب مرشدين، طب الدكاتره يعني وخاصه هلا اكثر، يعني كلنا بحاجه يمكن للدكتور غير المعالج يكون النفسي، عند دكتور نفسي مختص. يعني الدكتور النفسي وظيفته الحقيقه هو قائد المجموعه، بيكون بالمجموعه في كثير اختصاصات، بيكون في معالج اجتماعي، معالج نفسي، وبيكون في اخصائيين نطق واخصائيين صعوبات تعلم، كل هالشغلات هيدي تمام. هيك العيادات بالعالم كلها. نحن وظيفتي اني انا اشوف المريض واقول هذا بده دواء ولا لا. اذا ما بده دواء بحوله على المعالج النفسي اللي هو بيشتغل عليه، اللي هو خريج كليه التربيه تمام، ما له خريج كليه الطب. ما له خريج طب صح تماما. هلا دكتور خلينا نحكي ضغوط النفسيه مستقبلا، ممكن يصير الشخص معه فصام، يلي معه فصام مثلا هو بيعرف انه هو مريض وبحاجه علاج ولا لا؟ وكثير كمان في عنا افكار عن هدول الاشخاص، يعني يلي معه فصام هو بيكون شخص خطير بسبب مثلا سلوكه، بسبب الهلوسات اللي بتيجي معه والاوهام. خلينا نحط كمان
نسلط الضوء على هي النقطة. يعني الفكرة الأساسية اللي بدك إياها. الفكرة الأساسية. الدواء يعني إنه ناخده ولا شو ال. لا الشخص يعني أنا مثلاً. خطير. أكيد خطير. إنه هو مثلاً إنه العالم شو كيف ممكن يكونوا صداقات مثل ما إنه هو بيعمل عزلة اجتماعية. وببعده مثلاً ما بيصير عندهم صداقات. سؤال كتير حلو الحقيقة. وعزلة اجتماعية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. نحن كيف يعني ممكن نتقرب من هدول الأشخاص؟ كيف فينا نتواصل معهم مع انه في مثل ما حكينا انه هن على الاغلب هن يعني اشخاص خطيرين. خلينا نحن مثل ما قلنا قبل شوي ان العلاج هو دوائي، ولكن قلنا ممكن نستعمل العلاج النفسي اللي حكيت عليه زميلتك قبل شوي، فعلا ممكن نستعمله بهالحالات هي. نحن وظيفتنا انه نساعده على انه هو يتقبل فكره انه هو مريض ويبدا يندمج. هلا كان زمان المرضى هدول يحطوهم بمشافي مثل مشفى ابن سينا هذا الكبير هيك حدائق وكذا ويزتوهم طول العمر هنيك. هلا بطلت لانه صار في عندنا ادويه كثير منيحه، ادويه بتساعده انه يمارس حياته بشكل طبيعي. الوظيفه هو انه نامن له الدعم الاجتماعي، نشرح للاهل شو الوضع شو هو، لانه الاهل بيكونوا فايتين ب ما عارفين شو صاير. فانت اذا شرحتي لهم كيف طريقه التعامل معه، امتى لازم تجيبوا له عند الطبيب، امتى في خطوره وامتى ما في خطوره، هذا الشيء كثير حيساعده لانه حيخلي الاهل يطمنوا ويقدروا يتعاملوا معه بشكل صح. الاهل بدورهم حينقلوا هالفكره للناس المحيط اللي فيه الاصدقاء وكذا، انه هذا شخص طبيعي لا تخافوا منه. فعلا هو شخص طيب، هو ما له شخص سيء مريض الفصام، بس لما بتجي الهجمه هي الشديده ما بيكون واعي لهالشيء. شو لازم يتصرف ويبعده او ما يبعده ابدا؟ شخص لازم يعيش حياته بشكل طبيعي. ما اذا حضرانين فيلم اسمه ذا بيوتيفل مايند؟ نعم. هو من الافلام الرائعه اللي اخذ عده جوائز اوسكار، هو عن قصه حقيقيه لاستاذ بروفيسور كبير بالرياضيات بجامعة ببريطانيا بيصاب بالذهان وبيبلش يتخيل أشخاص موجودة جنبه بيشوفهم إنه هن جايين من المخابرات وبدهم ياخدوه، ومرة بيحاول يقتل بنته بالبانيو إنه بده يخبيه على أساس زوجته كتير شخص جيد بتساعده كتير بضل واقفة جنبه بياخد العلاج بينكس أول مرة. ليش بينكسوا المرضى على فكرة على العلاج؟ هي فكرة كتير مهمة لأنه الآثار الجانبية أحياناً للأدوية سيئة فمواضيع جنسية ومواضيع كذا، فأحيانا بيبطلوا الدواء بس بعد فترة ببلشوا يتعودوا انه لازم ياخذوا الدواء. بياخذ الدواء هو والقصة حقيقية، يعني قصة واقعية ان مسلينا عن واحد حقيقي بروفيسور حقيقي. بيرجع على الجامعة وبيكتشف اكتشاف كتير ضخم وبياخذ جائزة نوبل بالرياضيات. ولما بيجوا بدهم يعطوه الجائزة بينادي لواحد من طلابه بيقول له هذا حقيقي ولا انا بتخيله اللي جاي اللي عم يعطيك الجائزة. فتصوري قديش يعني برا مهتمين بهالاشخاص هدول، ونحن مهتمين كمان بس بدنا اكثر لسه بدنا حتى يعيشوا حياه طبيعيه حتى من قبل الاهل ومن قبل الاشخاص، انه كل حدا يقول ما يستحي انه انا بعاني من اي شيء. وما نتاخر، عم يتاخروا كثير بسوريا بالجي لعند الطبيب الحقيقه مثل ما قلت لك، لانه في كثير اماكن يعني انا احيانا في كثير مرضى بيتحسنوا عندي بيردوا بيرجعوا بياخذوهم بيوقفوا الدواء بيحاولوا يعالجوهم بالطريقه التقليدية الشعبية تبعنا. والطريقة التقليدية الشعبية أنا مالي ضدها، يعني إذا كانت أمور دينية هذا مجتمع بالنهاية، بس نحن بننزعج. يعني مثلا واحدة مصابة بالفصام مرة عمرها 16 سنة 15 حتى 15 ونص عطيتها الدواء وتحسنت خلال 5 أيام، بعدين جاب لها حدا، جيت ثاني مرة على زيارة لقيتها مضربة من فوق لتحت وحروقة، يعني عامل فيها العجايب بده يطلع على الجن وما أدري شو. طبعا أنا رأسا انسحبت ورفضت وكنت أخبر بصراحة يعني كمان مشكلة بالموضوع. صحيح. طفلة صغيرة لازم يكون أكثر وعي عند الناس. دكتور قبل ما نختم وبالختام خلينا بس ننوه، ممكن يكون المرض وراثي أو ممكن هذا المرض يروح ويرد يرجع بالختام خلينا نختصرون، وأيضا خلينا نحكي أكثر الأعمار يلي ممكن ينصاب فيها الناس. تمام. هلا الاعمار تقريبا بدا 20 سنه. أوكي. بالنسبه للوراثه في فرق، نحن عندنا بالامراض النفسيه شيء احتمالات الاصابه اكبر. يعني مثلا اذا تزوج مريض اذا الاب الفصامي بتصير النسبه 12% انه يجي احد الاطفال الفصاميين، اذا الاب والام فصاميين قد ترتفع النسبه ل 40%. اذا التوائم مثلا تزداد الاصابه عند منهم. فما هو شيء مكتوب انه مثل الامراض المؤكده وراثيا، بس نحن عندنا في خطوره احتمال الاصابه اكبر، لذلك نحن بننصح بعدد اولاد اقل نوعا ما بمرضى الفصام. كان زمان يمنعوهم من الزواج، هلا مسموح يتزوجوا بشكل طبيعي، بس نبحث طبعا بالعائله الثانيه انه ما يكون في مريض فصام حتى ما تكثر احتمالات الاصابه. اكيد. بس سؤال اخر شيء، منين جبتي الاعراض السلبيه؟
أنا شاطرة. كل شيء صار على الإنترنت متاح، ولكن أحياناً برافو. هو هذا الموضوع كثير بيهتموا فيه أكثر الأشخاص، بيقروا لأنه بتحسيه غريب، إنه غريب وما إنه كثير موجود. لا حدا بيسمع صوت، كيف عم يعمل هيك؟ لا حلو، هو الإعلام هو ثقافة، فأنا بلجأ لهذا الشيء. والإعلاميين لازم يكونوا كثير أكيد. دكتور متشكر وجودك معنا، متشكر نصائحك القيمة، بنتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك دكتور، وأهلا. رح ننتقل لمدينة سلمية يلي تعد غنية بصناعة الجبن على اعتبارها تقع على كتف البادية، وهي المشاريع بتمثل عصب التنمية بالريف، حيث تتيح لكل امرأة الفرصة بتحقيق ذاتها وإمكانياتها الفعالة في مسيرة العمل والإنتاج وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي. خلونا نروح ونتابع هالحكاية مع مراسلنا بسلمية محي الدين فهد. صناعة الجبن بيجي الحليب بنرفع درجة حرارته ل 30 ومنجبنه لمدة ساعة، وبعدين بنحطه بشقفة وبنصفيه. يعني بده مجهود كتير وصعب شغله، وبنشتغله أكتر شيء بالصيفية. بنصفي الحليب وبنروبه بالمنفحة وبنتركه ساعة، وبعد ساعة بنحطه بشقفة وبنصفيه وبنضغطه بالشقفة لحتى يصير ناشف. يعني بنقطعه وبنحطه بملح، وبعدين بعد ساعتين بنحطه يعني على الصدر مشان تضل الشقفة كيس، يعني قطعة الجبن، وبعدين بنحط له مي وملح وبنحطه بالبرادة. ثاني يوم بنبلش بنبيعه. عملية الأجبان والألبان بيشتهر فيه الريف، ونحن بنشتغل فيه بالصيف وبالشتاء، بس هلا بنشتغل فيه بالصيف أكثر، بأنه بيزيد عملية بيزيد كميات الحليب عنا، فمنصير نشتغل وبصير في الناس بقى بدها تمون جبن. انواع الجبن في هلق عنا البقره والغنم، وبس هلق لليومي بياخذوا للبقر اكثر، انه مثلا للاكل اليومي، اما بالنسبه للمونه بياخذوا الغنم اكثر، والمطلوب هو الجبن العادي البلدي. يعني يتكون جسم الإنسان بنسبة لا تقل عن 70% من الماء، والكثيرون يهملون شرب الماء متجاهلين مخاطر نقصانه في الجسم.
فما هي الكمية المناسبة للجسم ولأي مدى خطورة نقصان الماء في الجسم؟ كل التفاصيل أكيد مع تواب الغبرة أخصائية التغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا أهلا وسهلا. صباح الخير سواب. يا أهلا وسهلا. ميت أهلا وسهلا. كرام أنت بخير. نحن سمعك برمضان هلأ بعد العيد. هلأ بعد العيد. هلأ الشغل بعدنا. تماما. هلأ الشغل. ما عادش حظر ورجعنا لحياتنا وصيف نخفف لبس فبيبين كل السيلوليت والسمنة وهيك. بالبداية سواب خلينا نحكي المي بنسمع انه ومنعرف انه المي منيحه بس خلينا نعرف 100% قديش مهمه المي للجسم. بالضبط. يعني اول جمله نحن بنقولها انه الانسان بيتكون تقريبا مو 3 ارباع وحتى اكثر من 3 ارباع من المي. العمليات الحيويه تقريبا 99.9 تحتاج للماء لتكميل تفاعلات الاستقلاب بالجسم. هلا العمليات الحيويه هالامور هي كلياتها، دخول الماء بالجسم شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني هذا الشيء عصب الحياه اللي هي عصب الجسم، عصب الشعر، عصب الجلد، عصب العضو، عصب اداء العضو لوظيفته، دخول الماء داخل تفاعلاته والقصص هي. يوم بتنقص او يوم بتفوتيها فوتي الماء على جسمك بطريقة غلط. أحياناً كثير نحن بنحتاج لنكون عطشانين أكيد بس ما بنروح نشرب مية بحر. أحياناً كثير بنكون نحن عطشانين وعم نشرب إذا ماء ملوث شو بيصير بالجسم. الماء هو وقود طاقي أساساً بحد ذاته، لكن في فن إدخاله للجسم هذا اللي ما بنعرف نفقهه. بنفكر إنه أنا كل هاي الجملة اللي أنا صرت حافظتها من مرضاي لازم أشرب 8-12 كوب ماء. معلش بدنا هاي صح ولا لا؟ حافظينها مثل الببغاء ونحن ما بنتجاوز كوب ونص شرب ماء. واحد بيجيني وزنه تقريبا فوق 100 كيلو بيقول لي انا 8 اكواب بتكفيني. اي ما هيك حافظه. واحده بتجيني 50 كيلو بدها تشرب 12 كوب ماء. طب هذا الحكي انا قريت بوصفه صينيه اني في الصبح واشرب 5 اكواب ماء، عليم الله ما تعملها ليطلع الماء من اذنها. يعني هذا الشيء في حجم معين للمعده في تقبله. مريضه غده درقيه بدها تشرب هذا الكم، هذا بتصير باله مي. قبل الدوره الشهريه بيحاولوا يفوتوا الماء بشكل غلط. في كمان عامل شيء اسمه نحن ما بنعرف شيء اسمه في احتباس سوائل وفي اسمه الماء الحيوي بالجسم. كل هالامور هي اللي حنبينها اليوم. أكيد. كمان بالإضافة للأضرار الحكيتية زيادة شرب الماء، في عنا كمان غثيان، عنا قيء، وعنا كمان كتير من القصص اللي ممكن يسببها زيادة شرب الماء. خلينا نحكي عن نقصان شرب الماء، شو ممكن يأثر على وظائف الجسم وهل كمان بيأثر على الشكل الخارجي؟ بالضبط. أول شيء بينصاب فيه الإنسان وقت بيصير عندك يا جفاف بجسمه هالأمور هي كلياتها توقيف لعملية الهضم بجسم تماماً. فبيصير عندي أول شيء عملية منصادفة بإنقاص الماء، جفافان الحلق والأمور هي كلياتها، يليها مادة شغلة اسمها الإمساك. هاي مدى ما صابت الجسم تسمم رهيب بيصير بجسم. عملية إخراج الجسم لفضلات وسمومه بتصير مالها كاملة. فبيبلش الجسم يراكم سمومه ويصير ضغط على الكلى، صار ضغط على الجهاز الهضمي، بيصير أكل يوقف أكل. فبيصير عندك ياها اسمه عملية فتح الأنفاق الاحتياطية لإخراج السموم. وكيف بيفك الجسم الأنفاق الاحتياطية؟ بيفوت السموم لجواته مشان يخبيها بالكبد هالقصص حتى ما تعيق عملية كتير مهمة حيوية بجسم هي السبيل الهضمي. النقطة الثانية اللي بيهمني أمرها أنه بيصير الأيض كتير أضعف، يعني الاستقلاب كتير أقل. مين بيعرف هذا الشيء؟ اللي بياخد المدرات، اللي عنده ناس مرضى ضغط بياخد مدرات كتير وقت بيروح السائل الحيوي من جسمه ببلش يقرمد الجلد تبعه، بيصير التجاعيد على الوش هالأمور هي. غير هيك بيضعف استقلاب الجسم. بيصير صعيد نزل بتاني نهار كليين ثلاثة، بعد اليوم الثاني ما أخذ المدير تبعه بيصير مثل بالون المي. فبيصير الجسم لأنه تعرض لشوك اسمه إخراج سوائل قصري، فبيصير الجسم قابليته للتخزين 3 أضعاف على إنسان طبيعي. لذلك مرضى الضغط أكثر شيء بتلاقيهم معرضين لشيء اسمه زيادة وزن وضعف الأيض، لأنه عم تروح شوارد مهمة جدا بجسم. الشيء اللي كمان من الأسوأ الأشياء السيئة ظهور التجاعيد بالوش، طقطقة الشعر، النسيان المبكر، الأمور هي لأنه خلايا الذاكرة والدماغ تقريبا بدنا نقول عنا يعني نسبة كبيرة منه لازم يكون في ماء. حتى بيقولوا لك الطفل اللي بيشرب ماء بشكل جيد بيطلع أذكى من الطفل اللي ما بيشرب الماء. فسرعة الذاكرة بتصير بتنصاب باضطرابات هالأمور هيك كلياتها. إذا بدي أقعد من هون للصبح ما بخلص قديش مخاطر
انخفاض نسبة السائل الحيوي بجسم. هون بس بدي نبه على نقطة، في شيء اسمه السائل الحيوي اللي بيمشي عندي إياه بجسم بيدخل للخلية بيطلع من الخلية، وفي شيء اسمه سائل محتبس يحتب تحتبسه جدران الخلايا اللمفاوية اللي هي بتعمل يعني حبس للسوائل، هذا بيصير ضغط للأوعية الدموية، هذا اللي بيعمل لي بوادر ضغط ارتفاع ضغط شرياني، هذا اللي بيعمل وزن زائد، تلاقي الواحد بيفيق الصبح بيلاقي رجليه منفخة، بيترافق مع شيء اسمه زيادة نسبة الأملاح بالجسم. هاي الأمور هاي كلياتها مع أنه هذا مي، لكن مي ومؤدي وظيفته مي عم يكون عبء على الجسم بس متقل الخزان وبس فقط. شو بدي ساوي وقاعد بين جدارين دهنيين، هذا بيصير عندي اضطراب بوظائف الجسم بعملية الحرق. فنحن هاي الأمور هاي ما بننتبه على موضوعها، يعني هلا مريض غدة درقية بالنسبة لأنه ما بيصير يشرب الماء على فرد دفعة واحدة لأنه قدرته على التصريف تبع السوائل تبعه وبدايه القدر إنسان طبيعي. فأول شيء بتلاقي تنفخ هالأمور هاي. حتى الناس اللي عندها مشاكل ارتفاع ضغط شرياني، هدول الناس لازم يشربوا الماء على دفعات حتى ما يصير اختزان مفاجئ للماء بجسمك. نعم ثواب، خلينا نحكي، كثير من الأشخاص بيقولوا أنا بشرب عصير كتير، أنا بشرب كتير أفشل ماء، في كتير يمكن مشروبات، هل هالشي بيعود المي ولا لا؟ المي البيور هي المفيدة، يعني في الصبح مثلا شارب مج نسكافيه مفكرة حالا فوت ماء بالجسم متى هلأ عم يقاطع العالم، هاد شي غير الماء. يعني هلأ أنا في الصبح بدي أشطف فرندتي، أكيد ما بحط عصير بردقان، حتى لو أنه عصير بردقان أغلى هي بشطف فيه فرندي بيدبق بيصير اللي بدي إيش ينظف جسمي فيه ودي فوته عليه بده يكون الماء بيور. يعني بيقول لك انا شربت عصير، انا شربت متى، انا شربت نسكافيه، عم بعوض بالشوربه. هلا في عنا حاسه بالشيء اسمه الارتواء، وفي عنا ناس ما بتطلب مي اساسا، بتكون عندها قدرتها على طلب الماء خلقيا هي قليله، فبتقول لك انا انسان ما بقدر اشرب مي، ما جسمي ما بيطلب مي، هو مو جسمه ما بيطلب شيء مي. في اجسام بتطلب المي بكثافه، وفي اجسام بالفعل ما بتطلب، تماما مثل التربه الصخريه، مثل التربه الكلسيه، مثل التربه البازلتيه. الاجسام هي عباره عن انواع تراب، الله نحن الله خالقنا من تراب، كيف التراب لها انواع كمان نفس الشيء الأجسام اللي تكونت منها هي الأتربة هي كمان أنواع. وقت منلاحظ بعياداتنا نحن عندها بهالقصة أنه في جسم بيقلك أنا ما بطلب مي، لا تجبريني على المي، فمنروح منلفكه على شيء أنه إيش إدخال الماء بشكل متقطع، يعني يحاول يحفز حاسة الارتواء العطش تبعه. على ما بتقدر تشرب مي يعني حتى بكمية قليلة ما بيحبوا المي، هلأ بيكون عود جسمه على مراكز المعدة ومراكز الأقياء أنه هي ما تتقبل كميات عالية من السوائل بمنطقة عندها قاع المعدة. يعني هي عادة من لما صغير وكبر تماماً، يعني في الواحد يعود حاله. يعني إنسان بالنسبة لأن حتى الناس النباتيين والحيوانيين، حتى جيبي واحد نباتي حاول أمه تخدعه أنه تدخله مادة حيوانية جسمه مو متعود أنه هو ما يتعاطى معها، بيتعامل الجسم مع أي مادة يمتنع عنها كأنها سم قاتل. فشي بصير الجسم، ففي فن لإدخال الماء. برجع بقول مو القاعدة إنه أنا أشربت من أكواب، بده يعمل الإنسان حساب لحاله قديش وزنه، يعمل إنه كل 10 كيلوغرام من وزنه بيحتاج لكوب ماء، إذا واحد بليون. وزنه 80 بيحتاج 8، إذا واحد وزنه 120 بيحتاج 12، واحدة وزنها 50 5. مو أنا 50 مثلا 60 بيجي في الصبح يلاقي 12 كوب. هلا في من الصبايا مثلا بدهم يقللوا من وزنهم، فمن النصائح اللي بنسمعها نحن كثير أكيد، بس بمجاله كمان يعني مي سخنة الصبح، مع أنه أنا سمعت المي السخنة الصبح كتير مضرة للجسم، ما بعرف هذا الكلام إذا سخنة صح أو خطأ، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. وبيشربوا كمية كبيرة يمكن 3 أو 5 أكواب الصبح على الريق، خلينا نحكي عن هذا الموضوع والفرق بحاجة الجسم للماء بين الصيف والشتاء. هلأ شوفي عزيزتي، هلأ أنا شوفي شو رأيي بالماء الساخن وبالماء البارد بالأمور هاي كلياتها. هلأ نحن درجة حرارة جسمنا 37 صح؟ تمام. أي شيء يختلف عن هالحرارة قاعدة بمجاله كتير كويس. هلأ أنا بالنسبة لي عندي إياها، الماء البارد بشكل عالي كتير هو سيء، والماء الساخن بشكل كتير عالي سيء. نحن عم نحول حسب وضع الحالي، يعني أنا مثلا واحدة إجتني ولادة تماماً؟ تمام. بعد الولادة بمنع عنا الماء البارد نهائياً. وأنا مع الماء القريب لحرارة كاسة الشاي اللي فترة هلأ، مو مي عم تغلي غلي.
ما بشربها عصائر باردة أبدا، ما بشربها أبدا. هاي المي الحنفية المبوزة هاي بتركز دهون بطنة وبتعمل ترهل لعضلة البطن بشكل شديد. هون بهالفترة أنا بدي شد عضلي، وقت بدي شد عضلات جسم مترهل بستخدم الماء الفاتر وليس الساخن. تمام؟ بمنع عنه الماء البارد. هلأ الشيء اللي بيقلك فيه إنه الماء البارد هو صح فيه، هو الاستحمام فيه بس يعني يكون مو انه يلتقط عصبه او شيء. الماء الاستحمام بالماء البارد معافي للامراض. سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام وقت رب العالمين امره بشيء نصيحه، هذا مغتسل بارد وشراب، روح اغتسل، بيغسل الامراض الماء البارد، اما شربه بيجيب امراض الماء البارد. خاصه في ناس متعوده تقرط بوز، حتى نحن بنقول في اشياء البوز قرطه فقط لحالات واحده هي زياده الغثيان. ناس بعيد الشر من هون بتاخد اجراءات كيميائيه وهالقصص، اول ما بيصير غثيان ما بتقدري تعطيها اي وصفه لانه هي رافضه كل شيء بعدها، فبتخليها على الكلبوز بيروح الغثيان. لكن في ارجع بقول ما فيني اعمل قاعده لانه لكل جسم له حالته. الشكل العام انك تحومي بمجال درجه حراره جسمك. في ناس بتقول لك لا انه الماء البارد بده هي، نحن بنستخدم هي القواعد والقصص بس تكون قريبه من مجال درجات حرارتنا. الفكره الاساسيه برجع بقول بنبه انه الانثى اللي ولدت جديد ما تقرب ابدا على الماء البارد. حتى في وصفه صينيه يعني بيمنعوا عنها الماء البارد حتى يرجع قوام بطنها لاموره الطبيعيه. تمام ثواب، يعني كثير حلو الموضوع وفي كثير نقاط ضويتي لنا عليها اليوم لازم نحن نتبعها، ولازم كثير نشرب مي، وكل 10 كيلو جرام يحتاجوا. هي قاعدة ومو ضروري شادلة. ايوه بالضبط، حتى لو نحفتوا في علم بكل شيء، حتى لو سمنتوا، حتى لو نحفتوا بالضبط. ويا الانسان وقت بيشوف شده وطقطق شعره مو فورا يروح على الكريمات والمستحضرات قبل ما يسقي بشرته، هي بدها المي. شكرا كثير لك سوا، متشكر وجودك معنا، شكرا لكل معلومه حكيتي لنا اياها واكيد كلياتنا استفدنا منها. شكرا لك، سلامتك. اهلا مشاهدينا، فصار الوقت لنروح لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلي علي معلا. صباح الخير يا علي. صباح الخير يا ليا. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أكد دكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومات الأمريكية البريطانية الفرنسية التركية وحكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي انتقلت من مرحلة الحرب بالوكالة إلى الحرب المباشرة بالأصالة عبر ممارسة العدوان والاحتلال العسكري المباشر. وأشار الجعفري في شكوى رسمية قدمها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ضد حكومات بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى أن الدول المذكورة عملت على سرقة ونهب وتخريب الموارد الطبيعية ومصادر الطاقات السورية وقطع المياه وحرق المحاصيل الزراعية وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب ضد الشعب العربي السوري. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي علاء أحمد إبراهيم برقان على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة تزامنا مع هدم منزل المقدسي محمد جعابيس بحجة البناء بدون ترخيص. وأفاد علاء برقان أن محكمة الاحتلال المركزية بالقدس أصدرت قرارا يقضي بهدم منزله، وأجبر على هدمه الليلة الماضية بعد إبلاغه أن آليات بلدة الاحتلال ستنفذ عملية الهدم. أعلنت مجموعة التكنولوجيا الحيوية الوطنية الصينية أنه من المتوقع الانتهاء من التجارب السريرية للقاح معطل لفيروس كورونا والاستعداد لطرحه في وقت مبكر من نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل. ونقلت شنيخوا عن الشركة قولها إن أكثر من 2000 شخص تلقوا اللقاحات وقد أثبتت البيانات السريرية سلامتها وفعاليتها، مما يدل على أن التفاعلات الضارة أقل بكثير من المنتجات المماثلة الأخرى. اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع مظاهرة شعبية واسعة في العديد من المدن والولايات الأمريكية احتجاجا على جريمة قتل شاب من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية.
وذكرت شبكة سي ان ان الامريكية ان عدد الاشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة منذ 26 من ايار الماضي تجاوز 4000 شخص. وفي هذا السياق قتل متظاهر برصاص الشرطة في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، وذلك بعد يوم من مقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين بإطلاق الشرطة النار على متظاهرين بمدينة إنديانابوليس. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات تم إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال في عدد من المدن الأمريكية. نهاية الموجز، عودة الآن إلى ليالي متابعة برنامج صباحنا غير. شكرا كثير يا علي، وهلا اكيد متابعينا ببرنامجنا الصباحي ومعك يا سمر. اكيد يا علي، هلا ضمن اجراءات السلامه الكامله من تعقيم كامل واجراء المسح الحراري الكامل للمسافرين، وبعد توقف دام لاكثر من شهرين يعود فرع طرطوس للخطوط الحديديه بتسيير قطارات الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقيه بمعدل 4 رحلات يوميا وفق مواعيد محدده وباسعار رمزيه. تفاصيل أوفى مع مراسل الإخبارية السورية محمد حسن. بدأ فرع طرطوس للخطوط الحديدية السورية بتسيير قطارات الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية بمعدل 4 رحلات يوميا ذهابا وإيابا وفق مواعيد محددة وبأسعار رمزية. أصدرت وزارة النقل قرار بإعادة تسيير القطارات بدءا من 31/5، هو أول يوم دوام بالجامعات. طبعا نحن كمؤسسة عامة خطوط الحديدية السورية وزارة النقل نقوم منذ البداية بكافة إجراءات الوقائية وأعمال التعقيم للقطارات والمرافق التابعة للمحطة. هي أحسن خطوة منشان الطلاب، وبتضل أحسن من التنقلات، تنقلات بالباص منشان العالم تلاحق جامعاتها. أفضل، بتضل أفضل من التنقل يعني بوسائط النقل العادية. أفضل طبعا القطارات. القطار بيوفر كتير، يعني الواحد بيعرف أنه حيسافر بساعة محددة وحيوصل بساعة محددة، فما بيكون في أي تأخير، فشي كتير حلو أنه نرجع القطارات. يعني افضل من عجقه السرافيس. كثير كويس انه تعود القطارات بحكم انه في هلا جامعات، يعني فشي مفيد وضروري يعني ترجعوا، خصوصا بوجود هيك اجراءات، يعني نحن بنطمن لما بتكون من قبل الحكومه. وتخضع عربات القطارات للتعقيم الكامل قبل الرحله وبعدها، بالاضافه لتعقيم قوات التذاكر واجراء المسح الحراري للمسافرين واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه اللازمه للتصدي لفيروس كورونا حفاظا على السلامة العامة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وصلنا لفقرتنا الأخيرة ورح نحكي فيها عن إعادة تدوير الأشياء، وخاصة يلي موجودة عنا بالبيت، وفن يلي بيساعدنا باستغلال كتير من الأشياء حوالينا يلي قد تكون مهملة وما شايفينها، لكن إذا استخدمناها ورجعنا عملنا إعادة تدوير لها من جديد ممكن نستخدمها وممكن نعلمها أكيد كمان لأولادنا وخاصة لبناتنا. رح نحكي أكثر عن أفكار جديدة لإعادة التدوير مع نغم الحسين. صباح خير نغم. أهلا، يسعد أوقاتك. صباح النور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. نغم، بالبداية بنرجع هيك من 5 سنين لهلا، كنتي آنسة رسم وبلشتي أكيد بالرسم، خلينا نحكي كيف حبيتي تبلشي بشغلة إعادة التدوير وشو هي بصمتك فيها؟ بالبداية أنا كنت أتعامل مع الأطفال بحكم أنه كنت مدرسة تربية فنية، تعاملت مع الأطفال وكتير حبيت الشغل، كان كتير ممتع. من خلال الرسم حبيت أنه للطفل أنه كتير بيحب يقوي المهارات، تقوية مهارات، تقوية عضلات الطفل، فهي فكرة كتير لقيت فيها استجابة بالنسبة للأطفال من خلال الرسم، وحبيتهم أنه حسيتهم أنه عم بيحبوا أنه فكرة الأعمال اليدوية، ميالين لها بشكل عام أكثر من الرسم. طبعا في ناس ميالة للفنون لخطوات الرسم التعليمية وناس ميالة أكثر
انه تصنع مجسمات، وهذا الشيء بالنسبه لي كثير ممتع للاطفال، وكثير فيها تقويه عضلات لمهارات الطفل. نعم نغم، خلينا نحكي كيف بمصاري اقل فينا نستفيد من اشياء يمكن هي مثل اناني هلا شايفينها بايدك تشتغليها لايف، وحتى المواد انه هي رخيصه ما انا شيء كثير غالي، يعني في كل بيت يجيب منها. هلا نحن انا بس حابه احكي بكل بيت بكل اسره نحن عندنا دائما في عندنا ممكن اشياء نستفيد منها. سيده المنزل ممكن ترميها، لكن هي بالنهايه ممكن نحن نصنعها عمل لطفل، وممكن نصنعها عمل لسيده منزل ايضا تستفيد منه. فنحن اليوم حبينا هيك نستفيد من فكره القارورات البلاستيكيه الفارغه ايضا مثل ما احنا شايفين راح نباشر بالعمل. نحن عندنا عبوه فارغه مثل ما ملاحظين، طبعا مهمله، سيده المنزل ممكن ترميها بس نحن ما راح نرميها هلا، حناخذها لنحافظ عليها. الفكره فيها انه نحن راح نستفيد من هذا الجزء، هو القنينه بتاخذ شكلها الاساسي. هلا راح اخذ المقص مثل ما احنا ملاحظين، بدنا نبلش انه نحاول ناخذ الجزء الاساسي انه نقص القنينه. كثير منا نداري موضوع عمليه القص بالنسبه للاطفال، طبعا يفضل انه يكون في اعمار كبيره. عمليه القص وهيك الام خليها هي تقص لهم وتجهز لهم اياها لحتى يشتغلوها، حتى الطفل قادر انه هاي، لكن مع مدارات استخدام المقص بشان انه ما يجرح حاله. طبعا مثل ما نحن شايفين وملاحظين بدنا نصنع الشكل الدائري بالبداية، لأنه هي بالأساس العبوة شكلها دائري. شو فكرة تصنع بها العبوة؟ هلق رح نعمل مثل منظم مكياج بنحط فيه أغراضنا الشخصية، سواء لصبي، طبعا الصبي ما أكيد بانه ميال لموضوع المكياجات، بس ممكن يحط أغراضه الشخصية حتى إقلام. تمام. وبالنسبة للبنات ممكن تحط فيها هيك اكسسوارات أشياء الخاصة. أكيد. على شو بتعتمدي باختيار الألوان؟ طبعا على ذوقك الخاص. كيف؟ اختيار الألوان، تناسق الألوان، شو الأفكار اللي بتجيكي؟ كل إنسان له ذوق، هي بالنهاية بترجع لذوق فني شخصي، بس نحن دائما بنراعي إنه مثلا ما يعني الألوان تكون متطابقة مع بعض، هيك نكسرها شوي، ما تكون كثير متداخلة مع بعض. هلا ايضا من الجزء الاخر الجزء الثاني، يعني نحن بس استخدمنا الجزء تمام بنص القنينه مثل ما احنا شايفين. نحن قصينا المهم احصل انا على شكل دائري. تمام. طبعا انا رح احكي شغلي، هذا الجزء كمان ما رح نرمي، انا صح بدي استفيد من الجزء. نغم خلينا نشوف كيف مستفيد منه بقصص ثانيه. تمام. هون قدام هذا الجزء رح نستفيد منه مثلا بهذا العمل. طبعا احجام العبوات بتختلف، مثلا هون الحجم الكبير، هون الحجم الوسط، هاي كثير بتلعب دور. هون صنعنا سله هيك بسيطة صغيرة، ممكن أيضا أي حدا تستفيد منها، سواء سيدة المنزل وسواء حتى الطفل. حتى للأطفال كثير بينبسطوا، يعني بس نستعمل هيك أشكال، يعني نحن ما عملنا شيء غير بس استفدنا من الجزء الأخير. تمام. نعم. تمام. طبعا نحن فينا نستفيد من التزيين بطريقة مختلفة، هاي بترجع اعتمادنا اليوم نحن على الشكل الأساسي هذا يلي هو الشكل الدائري. هلق نحن بدنا نصنعه بشكل قلب، يمكن شوي احيانا انه الشخص يلاقي صعوبه انه كيف بده يصنعه بشكل قلب. هي عمليه سهله، انا اخذت الشكل الدائري بعد ما اني قصيت، وكثير مندير بالنا انه الاطفال ما يجرحوا ايديهم كمان بالبلاستيك، ممكن الاهل يحفوا لهم اياها شوي في مواد تستخدم بالمنزل. هلق اول شيء راح اعملها بشكل مستطيل على الشكل التالي. تمام. أنا رح استفيد من المحاور الأساسية، المحور يلي أخذته هون. تمام. هلأ مو أخذت محور، أنا تشكل عندي عملياً هون محور. هلأ بدي بلش على الشكل التالي، اثنين ثانية. هي الفكرة فقط في الثانية، أنا حتى هون ما رح استخدم شعلي وما رح استخدم لاصق أي مادة لاصقة. أنا هون عملت ثانية، أيضا هون استفدت من خط محور عملته، أيضا رح استفيد منه اللي رح يكون معي على الشكل التالي. فأنا بالنهاية حصلت على شكل قلب. تمام. تمام.
أنا حصلت بالنهاية شو على خطر عبالك تعمليها فكرة قلب؟ شو ممكن سيدة تستفاد من هلق هل لأنه نحن هون بدنا نصنع وقت اللي بدك تصنعي علبة. هلق أنا عطيتك نموذج أنه نحن صنعناها مثل ما هو. هلق النموذج الثاني مختلف تماما. نحن مثلا ممكن فينا أنه نغير نعمل أنه مو شرط نفس النموذج الروتيني. نحن لازم نكسر ونعطي حركات فنية. يعني لدرجة مثلا للشخص ممكن ما يخطر بباله أنه هي من عبوة فارغة. وانت كل ما اعطيتي تقنيه اكثر كل ما حطيتي بصمتك تمام حطينا البصمه الفنيه اكثر. فنحن حصلنا على شكل القلب. هلا رح نجي نستفيد من بعض الافكار يلي هي رح تكون نستفيد من ورق الايفا بشكل عام متوفر بالمكتبات. وقت اللي ما يكون في عنا ورق إيفا أو ورق فوم فينا نستخدم الورق الملون. وإذا ما في ورق ملون كمان الورق الأبيض العادي مع التلوين كمان نحن قادرين نصنع فيه شيء. نعم. طبعاً حتى ما يداهمنا الوقت خلينا نشتغل نحن وعم نحكي إذا بتريد. تمام. نحن هلق رح نبدأ بالقص. أيضاً بناخذ قياس 1 سنتي مثل ما أنا شايفين من الخلف. هدول رح نبلش بعملية القص مشان هي فكرة مستطيلة بدها تطلع معي. أنا رح بلش بتزيين القلب بالشكل التالي. طبعا هو بيجي لاصق كمان أنا حبيت نوه عن هاي الفكرة. هون بترجع يعني للطريقة اللي يعني لذوق الفني عند الشخص مثل ما ملاحظين بهذا الشكل. وهاللون بحبه كثير انا هي من الالوان المحببه سواء بالنسبه للاطفال وبالنسبه طبعا انا بس للاستراحه. احنا رح نحصل بالنهايه على هذا الشكل. تمام. بس عملنا خطين مستقيمين خط من فوق وخط من تحت بالإضافة نحن حنصنع قاعدة. ممكن كمان نعمل شيء بالنص مكان اللاصق كمان فينا نعمل شيء أو نحط إذا بدنا نهديها لطفل نحط اسمه طبعاً. أو نبتكر أشياء كمان خاصة طبعاً. فينا هلق أيضا بعد أنه ما صنعنا هذا الشكل نحن قد ما كان عندنا عبوات وأخذنا أشكال فنحن بالنهاية بدنا يكون عندنا الفكرة أنه نحن بدنا نبلش نرجع آخر شيء بدنا نلصقهم مع بعض بهذا الشكل. تمام. لنحصل طبعا بعد ما صنعنا القاعدة هني على هاي الأشكال ثلاثة. فأنا بدي أحصل على علبة بالنهاية. طبعا مثل ما نكون شايفين رح نستخدم اللاصق بس مشان يعني مثل ما عم نتابع هي كمان فينا نستفيد منها بكثير قصص. تمام. نغم يعني اكيد رح تتلزق ولكن كيف بتصير بس رح نعرض الشكل النهائي. أوكي. اول شيء ها هي القاعده اللي رح تكون حصلنا عليها من الخلف. القاعده الاماميه بهذا الشكل هي شكل قلب طبقناه هون قد ما كان عندنا عدد العمل بده يكون اكيد اجمل. طبعا. وفينا نستخدم باكثر من نعم. تبانيه. خلينا كمان نشوف شو معك غراض جاهزين لانه بدنا نختم في هذا العمل ايضا من هي من الطرف الاخير من كمان من الطرف الاخير بس انا هون فكرتها حبيت انه نحن احيانا بيتواجد عند سيده المنزل ايضا اشياء مثل القماش مثل يعني كمان مو شرط ورق. انا هون عملتها بعباره عن لفه قماش تمام اخذتها من فوق ومن الخلف وكان ممكن نرجع نزينها بطريقه تقنيه تمام أكيد. فنيه اكثر اكيد. بصمتك كثير حلوه نغم ويعني هذا الشيء كثير حلو وحتى انا يعني الصغار بيستفيدوا منها واكيد كمان الكبار. طريقه سهله انه يعملوها الاولاد سهله كمان. واعاده التدوير هذا الشيء كثير حلو وكل حدا فينا اكيد بيحبه من اشياء بسيطه عنده بالبيت ممكن يستغلها بشيء مفيد. نتشكرك كثير لوجودك معنا واكيد بنتمنى لك التوفيق نغم. تسلمي. شكرا. شكرا نغم. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. سمر لهون بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. بدي اتمنى نهار يكون حلو لكل الناس يلي عم يتابعونا ولكل العالم. تبقوا كثير منيح على حالكم واهم شيء على صحتكم وتبقوا بالف خير وباي باي. وشكرا يا سمر. شكرا لك يا عليا ونهارك سعيد. نهارك أكيد. سعيد. ولهم بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. بنلتقي بكره الساعه 9. لكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا على صفحتنا على
صباحنا غير وتمنياتنا تبقوا بألف خير دائما. تحيتي الأولى والأخيرة لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا رب، وإلى اللقاء.